السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راح نشوفوا تكلفة تجديد بطاقة الإقامة الدائمة في كندا، سواء تجديد أو إذا ضاعت منكم هذه البطاقة يمكنكم إصدار بطاقة أخرى، وراح نشوفوا مع بعض التكلفة. إذا نكتبوا فري فيزا كندا، نضغط على أوكي، وبعدين نضغط على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة الكندية وهو cic.qc.ca ليزديفري، وهنا ننزل ونضغط على ريزيدونس بيرمانونت يعني الإقامة الدائمة، وهنا نضغط على كارت دو ريزيدون بيرمانون يعني بطاقة الإقامة الدائمة. وهنا كما راكم تشوفوا التكلفة هي 50 دولار كندي. إذن بالتوفيق للجميع وإلى الملتقى إن شاء الله. مع السلامة.